على أي حال العالم عالمي، المهرجان مازال مستمر، بداية قوية جدا زي ما شفنا، أنشطة في كل المجالات، بنتكلم في أنشطة فنية، حفلات رياضية، مسابقات فاشون شو، عروض أزياء، بنتكلم في مسابقات للسيارات ومسابقات مائية. خلينا نروح دلوقتي لهناك نتعرف على الجديد. زميلنا رامي محمد موجود في العالمين، ربما هيرصد لنا أهم الفعاليات اللي هتحصل النهاردة وهتحصل في الأيام القادمة بعد ما شفنا هذا الافتتاحات أو هذه الافتتاحات المباركة. أهلا بك رامي. أهلا بيك. أهلا بيك مصطفى، صباح الخير مصطفى، صباح الخير جمانة، صباح الخير على كل متابعينا. واحنا بنتكلم عن فعاليات زي ما قلت فعلا متنوعه وحاله من التنوع اللي بتشهدها مدينه العالمين، سواء في الفعاليات او الاماكن اللي بيقام عليها الفعاليات، وكمان على مستوى الجمهور والحضور، تنوع في فئات الحضور. لو اتكلمنا من يوم 13 يوليو الجاري انطلاق عدد من الفعاليات اللي بتقام على شواطئ وسواحل مدينه العالمين الجديده، لو بنتكلم عن تحدي الجيل الذهبي، التيك بول، وكمان استعداد الشواطئ الخاصه بمدينه العالمين الجديده لانطلاق عدد من المنافسات والرياضات المختلفة خلال الأيام القادمة. لو بنتكلم عن رياضة الكرة الشاطئية هتكون لها منافسات عديدة على شواطئ مدينة العالمين، كمان بنتكلم عن رياضة البادل، كمان بنتكلم عن سباق ترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي اللي هينطلق من مدينة العالمين، أيضا هيكون ما بين المياه وشواطئ مدينة العالمين. كمان واحنا بنتكلم عن التنوع مش بس كمان على الشواطئ، مياه العالمين هتشهد العديد من التحديات والمنافسات والأنشطة، الجيت سكي وغيرها من التحديات، وكمان شاهد خلال الأيام الماضية عدد من العروض المائية لعدد من السفن في مدينة السواحل وأيضا شواطئ مدينة العالمين. لو اتكلمنا كمان عن التنوع في منطقة رينا العالمين اللي بتشهد عدد من الحفلات، انطلقت بأول حفلات النجوم للفنان تامر حسني، واستعداد خلال الأسبوع والأيام المقبلة لانطلاق حفل الفنان أحمد سعد، الفنان أنس عجرم، الفنان راغب علامة، والعديد من الفعاليات في منطقة العالمين أرينا. كمان كان عندنا جولة في المدينة التراثية واللي يعني بتشهد حالة من الاستنفار لانطلاق عدد من المواقع بداخلها، سواء الإسكندرية القديمة، المدينة العتيقة الأشبه بالإسكندرية قديمة. كمان واحنا بنتكلم عن البحيرة الصناعية لأكثر من 2 كيلو، بنتكلم عن مساحة كبيرة جدا لأكثر من 260 فدان في مدينة تراثية تحديدا اللي بتشهد كمان حالة من الاستنفار الكبير. واحنا بنتكلم عن مدينة العالمين والتنوع الكبير اللي بتشهده هذه الفعاليات، كمان سماء العالمين خلال الأيام الماضية لم تخلو من الفعاليات والأنشطة بانطلاق العروض الخاصة بطائرات الار سي وأيضا أعلام مصر وأعلام دولة الإمارات وعدد من البلدان العربية، بنشوف حالة من الاستنفار، حالة من التجربة السياحية المتنوعة سواء فنية ثقافية موسيقية مختلفة في مدينة العالمين، جعلتها يعني عنصر جذب، جعلتها مقصد لكل المصريين وغير المصريين في تجربة سياحية، وده اللي خلى التنوع كمان مش بس في أماكن إقامة الفعاليات أو في الفعاليات نفسها سواء رياضية ثقافية موسيقية، لا كمان التنوع في الحضور ما بين مصريين وغير مصريين، وكمان مصريين مقيمين في الخارج، التقيت بعدد كبير جدا منهم بالأمس وانا موجود في الممشى الخاص بمدينه العالمين ومن امام الابراج، واتكلموا ان هم كان بيجوا دايركت من بلاد يعني اللي هم مقيمين فيها للعالمين عشان بشكل مباشر علشان يعني يقضوا اجازه الصيف فيها، وحاسين ان هي مش مختلفه عن البلدان سواء الغربيه او البلدان المتقدمه المختلفه او الاماكن السياحيه العالميه. فالعالمين بتشهد فعلا حالة من التوهج، حالة من الإبهار في الفعاليات وأيضا في المواقع والأماكن المختلفة اللي بتقام عليها الفعاليات، وكمان ده انعكس على الحضور والجمهور من كافة الفئات وأيضا سواء مصريين أو غير مصريين. ده المشهد وعودة إليكم. شكرا ليك يا رامي، وشكرا لكل الكرو بتاع القناة الأولى اللي ربما عمل شغل عظيم جدا خلال الأيام الماضية من نقل كل الفعاليات والحفلات والايفنتات الخاصه بمهرجان العالمين. مهرجان عظيم يا جمانة، قولي طبعا يعني انت رحت هناك اديني طيب الحقيقه والله مصطفى الاجواء هناك بجد حلوه جدا فعلا ممتعه جدا، سهل قوي ان انت تتبسط باقل التكاليف، الهواء والبحر ولون البحر. احنا شفنا دلوقتي زميلنا رامي لون البحر وراه الفيروز، الصوره ابلغ بقى من الكلام الحقيقه، وحسيت ان انا تعالى نبدل يا رامي تيجي نبدل مع بعض. لا حقيقي فعلا لازم تروحوا وتشوفوا قد ايه
المدينة بقى شكلها يعني حقيقي مدينة عالمية. لازم تروحوا تشوفوا ايه اللي حصل هناك، ايه اللي مختلف هناك، ده غير بقى ان انتوا تروحوا تتأكدوا وتبصوا كده على جمال مصر. صحيح. جمال البحر وجمال الرملة، والجو هناك مختلف تماما، طبعا حر ولكن مختلف، في جو مختلف خالص. فروحوا هتتبسطوا، فعاليات كتير جدا، أنشطة كتير جدا، جو مختلف. احنا في الصيف يعني بنبقى محتاجين كده ان احنا دايما نشحن طاقتنا عشان نقدر ان احنا بقى ندخل ونشتغل، وفي وقت الاجازات ولادنا بيبقوا محتاجين الاجازات دي. حفلات لطيفه، في فعاليات تانية مختلفه اصلا كمان غير الحفلات على هامش المهرجان. فجربوا تروحوا، صدقوني مش هتندموا. ده بالنسبه للعالمين. صحيح. لا انا خليني اقول لك كمان يعني في درسين مستفيدين في القصه دي، ان الدوله المصريه قدرت ان هي يعني ايه تحاول الفجوه الدولاريه اللي كانت بتحصل في السياحه، ان ما عندنا شرم والغردقه ربما بيعتبروا مشتى اكتر ما هم مصيف، الى ان يبقى فيه عالمين ويبقى فيه فعلا مهرجان قوي هناك. وعندنا كمان ان الدوله المصريه قدرت تحول القبح الى جمال. 21 مليون لغم كانوا موجودين في هذه الارض، حد يصدق؟ طبعا حد يصدق. من الحرب العالميه الثانيه ما كانش حد يعرف يخطو خطوه على هذه الارض، اللي كان بياخدوا خطوه واحده على هذه الارض كان في الغام، وكنت احذر منطقه الغام. النهارده انت حولت هذا القبح الى جمال، عملت ابراج وعملت حياه سياحيه وعملت ممشى وخلقت بيئه محيطه تستفيد بها كل القرى اللي موجوده في الساحل الشمالي، وتستفيد بها كمان امتدادك لغايه السلوم. المحور كله اتعمر، يعني خلينا نقول انه المنطقه دي كلها اتعمرت. وعلى جانب اخر نتكلم على السياحه الخارجيه. بالمناسبه الحمد لله نسبه اشغال عالية بالمناسبة في العالمين الجديد، لكن أنا هتكلم على السياحة الداخلية. مصطفى أنا بالنسبة لي دي حاجة مهمة، لازم نكون رايحين عارفين بلدنا كويس قوي عشان نعرف نتكلم عنها، ونعرف إحنا ربنا مدينا إيه، ونبقى مقدرين كل اللي موجود عندنا في مصر. الحقيقة إنه لو فكرنا كده في السنين اللي فاتت قبل العالمية مصطفى، بالفعل كان في قرى موجودة، قرى طبعا قرى سياحية موجودة في هذه المنطقة، والمنطقة قرى كتير جدا، لكن عشان تقدر تستفيد منها كان لازم تكون يا مالك يا مستأجر. يعني ما كان صعب جدا ان انت تستفيد اصلا من هذه المنطقة. صحيح. دلوقتي لو حضرتك في الإسكندرية على سبيل المثال او في القاهرة، تقدر تروح تتبسط يوم وترجع، لا محتاج ان انت تبقى مستأجر ولا محتاج ان انت تبقى شواطئ عامة، شواطئ عامة، ممشى عام، أنشطة كتير جدا، مول تجاري فيه محلات كتير جدا، في سينما، في حاجات كتير جدا بجد ممكن تعملوها. الموضوع فعلا يستحق التجربة، ويستحق كمان ان احنا نفتخر بيه، ويستحق ان احنا نتبسط بيه، ويستحق ان احنا نعرف انه كل مواطن موجود من حقه انه يتبسط، والدولة أكدت على هذا الحق من خلال هذه المشروعات اللي تقدر تروح تتبسط فيها بأقل التكاليف. صحيح. على أي حال يعني احنا متابعتنا في القناة الأولى لا تنتهي، في كاميراتنا موجودة على مدار الساعة في مهرجان العالم عالمين، يمكن البداية القوية رصدناها بكل تفاصيلها، مستمرين معاكم لغاية نهاية المهرجان، هنقول لكم يوم بيوم تفصيلة بتفصيلة من هذا المهرجان العالمي المقام على الأرض المصرية.